طب ده كلام حلو بالظبط جدا وايجابي جدا. طبعا. علاقتك بقى كابتن رمضان من ساعه لما رحت انجلترا مع اللعيبه المصريين المحترفين في اوروبا، مثلا زي كابتن محمد صلاح، كابتن محمد النني، هل والمحمدي طبعا في نادي هال سيتي، طبعا والنني طبعا في ارسنال، على اتصال ولا لا لا صعب؟ على لا على يعني اتصال، يعني مش على اتصال كل يوم، بس مثلا واحد لعب ماتش كويس يعني بعد كل ماتش ممكن نكون بنكلم بعض كلنا، يعني والله يعني انا وصلاح والنني والمحمدي برضو، يعني احنا وتريزيجيه برضو في وتريزيجيه بيلعب بلجيكا، في موسكو في موسكو، في بلجيكا، يعني على اتصال، يعني انا عن نفسي على اتصال، يعني كلنا على اتصال من بعض، الواحد عمل ماتش كويس ده التاني بيكلمه يبارك له، يعني في تواصل ما بيننا كويس. طب هو كويس طبعا قوي. مش كل يوم عشان لا لا، ما بس فيش يعني وقت، بالظبط بالظبط، يعني انت اكيد مشغول بالظبط، طبعا يعني. لكن في تواصل، في تواصل كويس جدا يعني في اللي هو الحد الادنى من العلاقات الحلوه بالظبط. لا 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 الانسانيه. في لا في تواصل كويس جدا ما بيننا وما بين بعض. هل في حد معين يعني صاحبك اكتر من التاني، انتوا لا 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 تعتبروا لا هو احنا ولا كلكم اخوات كده؟ بالظبط، كلنا كله بيسأل على التاني، لا لا كله يعني كل حاجة احنا بنسأل على بعض، ساعة الماتشات انت عملت ايه، عندك ماتش امتى، الحاجات ديت، بعد الماتش كسبت ايه، بارك ايه، نبارك يعني كده، في تواصل كويس جدا يعني. طب ده شيء عظيم جدا. وانت